مرحبا إخواني الأعزاء، اختتمت بنجاح ساحق وحققت أكبر حضور جماهيري بطولة ألعاب غرب آسيا لألعاب القوى في المدينة الرياضية في البصرة الفيحاء ثغر العراق الباسم، وفاز من فاز، والعراق المركز الثاني بعدد الميداليات. مبروك. شنو الجاي؟ بعد أن نجحت هاي البطولة وقبلها خليجي 25 في البصرة في مسابقة كرة القدم خليجي 25 وبعض البطولات الودية وبعض المباريات تصفيات كذا، وإن شاء الله المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم أيضا تجرى في المدينة الرياضية في البصرة. شنو المقبلة؟ وعندنا كذلك ملعب الميناء وأيضا بمضمار. شنو المقبلة؟ أنا أقول لكم، أنا ما أريد ثبات، أريد كل إعلامي رياضي وحتى غير رياضي شريف عراقي وبصراوي تحديدا ومتفرج ذكي أو ناشط رياضي يستخدم السوشيال ميديا، أي سياسي مهتم بالرياضة، أي إداري اتحادات ألعاب القوى وباقي الألعاب فقط وليس ألعاب القوى أو كرة القدم، نريد البصرة تصير عاصمة العراق الرياضية، طبعا وباقي المدن كذلك، بس حاليا نستغل هذا الزخم الدولي بالبصرة ورفع الحظر. فالريد شنو؟ الريد استضافة بطولات أخرى حتى لو صارت بألعاب بسيطة، بس الأفضل أولمبية، يعني ألعاب أولمبية معترف بها تشارك بالألعاب الأولمبية وبالآسياد، حتى لو ألعاب بسيطة. غرب آسيا مو بطولات ودية، ممكن ودية لكن ألعاب غرب آسيا، بطولة العرب، كأس العرب، أي كل الألعاب اللي نقدر لها، وأمم آسيا. يعني مثلاً احنا استضافينا في العاب غرب اسيا وعندنا مضمار دولي مهيئ حتى يستضيف الاولمبياد، طبعا مضمار ملعب البصرة الدولي، وعندنا اجهزة ومعدات ممكن نجيب غيرها، تمام. عندنا مدينة رياضية اثبتت نجاحها وجاي يطورون بيها، وعندنا مدينة آمنة البصرة، والعاب القوى ما تحتاج يعني جمهور هواية، ولو عندنا خير من الله راح ننجح جمهور وتنظيم وكذا، تفيدنا سياسيا استثماريا. خلنا نتقدم طلب لاستضافة كأس العرب لألعاب القوى، البطولة العربية لألعاب الساحة والميدان، خلينا نستضيفها بالبصرة. شم تاني؟ خلينا نتقدم زين. أمم آسيا، كأس آسيا لألعاب القوى من أهم البطولات، تجي بعد كأس العالم أعتقد، أو بعد كأس أوروبا ثم كأس العالم لألعاب القوى. ألعاب القوى بكأس العالم يعني بطولة مهمة، تجي بعد الأولمبياد، المسابقات الأولمبياد طبعا، يعني مسابقة ألعاب القوى في الأولمبياد تجي الأعلى، وبعدها كأس العالم لألعاب القوى، تجي بعدها بالدرجة كأس أوروبا لألعاب القوى وكأس آسيا أقوى شيء هاي. زين، شنو الداعي اللي يخلينا ما نتقدم إلى استضافة كأس آسيا لألعاب القوى؟ عندنا 3 ملاعب دولية بيها مضمار، ملعب البصرة الدولي وملعب الفيحاء خصوصا هسه طوروه بعد أفضل، وملعب الميناء، وعندنا الفنادق وكذا، مثل ما قلت ألعاب القوى مو مثل كرة القدم يعني متطلباتها، فلازم نزيد الزخم، نتقدم بشكل رسمي، لأن احنا كرة القدم لا تقدمنا الكأس ناشئين آسيا لا شباب آسيا، يعني عندنا مسؤولين ما يحبون العراق يستضيف للأسف، وهذا شيء غريب، فما لازم احنا نخلي شخصين هم بيدهم الاستضافة، لا، أريد الكل، أريد أشارك. الاتحادات ألعاب القوى نريدكم نشطين، من هسه تقولون نريد بطولة العرب نستضيفها بالبصرة، نريد كأس آسيا نستضيفها بالبصرة، لا تركنون على غرب آسيا وانتهت، زخم متواصل، هذا يفيد البصرة والعراق سياسيا واستثماريا وتجاريا وحتى أمنيا، كذلك راح يفيد باقي الألعاب، رفع الحظر الكروي على العراق راح يستفاد من هيك بطولات. زين، هاي عنا ألعاب القوى. بالنسبة للملاكمة، الملاكمة معروف حلبة الملاكمة، إن تشوفون أنتم مسابقات الملاكمة الأمريكية للمحترفين وين تصير؟ بقاعة أو بهو فندق درجة أولى أو 5 نجوم يسمى، في لاس فيغاس، في دالاس، في واشنطن، في المدن الأمريكية، في فندق إخواني، في بهو فندق أو في قاعة رياضية، يعني ما يحتاج، هي حلبة النصب وممكن حتى كراسي، يعني أنا شاركت بحدث
بس دي هاي الملاكمة الكيك بوكسينج، يعني الملاكمة الحرة، الحلبة نصبوها والمتفرجين كراسي ومرقمة وكذا وحضور، يعني لأن الملاكمة تعرفون لازم تراقب دقة، يعني صعب يسوونها إنه مثلا تحضرها كذا آلاف، مو بقاعة كبيرة ولا بملعب، فما حد حلبات ملاكمة. ممكن الحلبة شنو قيمتها؟ نشتريها وننصبها، وأي بطولة ممكن نشيلها. من تستضيف بطولة العرب للملاكمة بالعراق أو بطولة آسيا أو غرب آسيا راح أيضا تشتهر وتاخذ صداها العالمي، خصوصا جمهورنا تعرفونه زين. الجودو، بطولة العرب، بطولة آسيا بالجودو، الجودو شراد، بساطات الجودو هذه صعبة تشتريها، ما موجودة عندك، أيضا تنتقل من محافظة لمحافظة، حتى من دولة ثانية لا تقدر تجيبها إذا ما عندك. وهذه أيضا بهو بقاعة تسويها وين ما كان، قاعة رياضية، والبصرة موجود بيها، وفنادق موجودة، طبعا باقي مدن العراق كذلك. المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية، كرة الطاولة، كرة الطاولة أحدث الطاولات اللعب، والركدات والكرات موجودات حتى بالأسواق التجارية. زين، شنو قيمتهن ذني إذا تسويهن حتى بهو فندق تسويها؟ بعد عدت لك هواي أمور. وحتى التنس، ملاعب التنس شنو قيمة؟ بس تكون ملاعب ما مجهزة عندنا. الريشة الطائرة، يا أخي الريشة الطائرة بساحة فندق تسويها البطولة، وتقول لي هاي رياضة تافهة؟ لا مو تافهة، هاي تسوي لك صدى عالمي. لازم دائما احنا المفروض نفكر، هذا الشهر ريشة الطائرة، الشهر اللي وراه كيكو شينجاي، الشهر اللي وراه كونغ فو، هذه بساط مال جودو ونفسهم نفسهم ذي الألعاب القتالية، هذا الشهر اللي وراه وهكذا. بل ممكن انه بطولتين يعني بشهر واحد عادي يستضيف، كنا ترى بغداد قبل 1990 قبل احداث الكويت كان بطولات العراق دائما يستضيف يعني 3 بطولات مرات في آن واحد بالعراق. فأتمنى المسؤولين يفكرون بهاي كلامي، وأتمنى أنه ألعاب غرب آسيا ما تكون الأخيرة، أو حتى لو أكو بعدها مفكرين ما يكون هامش زمن كبير، لازم الزخم متواصل. وعلى فكرة لازم نسعى على شركات تجاريين، ما لازم دائما الدولة هي اللي تضخ، دولة خلف الله عليها، وهذا مو يعني واجبها، بس يعني خلف الله على المسؤولين زين، يعني هالمسؤول يسوي زين قل له خف الله عليك، لان غيرك ما يسوي بس يبوق. بس نستغل انه لازم نبحث عن شراكات تجاريه، الدول صارت يعني شركات تجاريين، علاقات بالاتحاد العربيه الاسيويه الاقليميه، تكون تسوي بطولات تنظم في بلدنا، هذا هو طريقنا. ومن نركن مو زين، والدليل ملاعب المدينه الرياضيه كم سنه صار لها؟ حوالي شكس السنوات 7 هيج أكثر، شكس صار أعتقد حوالي بال7 سنوات أو 8 إذا مو أكثر، لكن أول بطولة ألعاب قوى تقابلي مو جريمة؟ حتى محليا ليش ما نسوي بطولة العراق المفتوحة، بطولة نجوم العراق لألعاب القوى؟ يا أخي شكو لاعب عراقي بألعاب القوى، خليه يشارك مهرجان كبير، سوي أولمبياد عراقي بألعاب القوى. هاي أمريكا عندهم بطولة يعني الاختبارات اللي على شكل ألعاب أولمبية يسوونها يعني على مستوى كل الولايات المتحدة قبل أي مشاركة في الأولمبياد، واللي حقق الرقم الأولمبي يعني أفضل صاحبين الأرقام هم اللي يمثلون أمريكا. فأنت سوي بألعاب القوى بطولة مفتوحة نجوم العراق وجواز قيمة، وادعو جمهور وخلي الجمهور يحضر. ما معقول احنا ما عندنا ناس تركض زين تشارك بالالعاب، ولا ما عندنا ناس تعرف ترمي الرماح، احنا بنية الانسان العراق مو ضعيفة لهالدرجة، احنا اتحاداتنا هاملة يعني.